يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يوجد أقارب لي يجتمعون في الأسبوع مرة، وهم يدخنون أثناء الاجتماع ويلعبون البلوت، فهل يلزمني حضور اجتماعهم والسلام عليهم؟ لا، إذا كان تنكر عليهم يمتنعون احضر، أما إذا كانوا يستمرون على ما هم عليه فلا تحضر عندهم، هذا منكر ولا يسعك الحضور إلا بمنعه. نعم.